هنكمل مع حضراتكم حلقتنا مع كابتن ابو الدهب النهارده، وهنكمل حديثنا بقى عن كاس العالم والمجموعات اللي موجوده في كاس العالم وتوقعات كابتن ابو الدهب، مين الفرق اللي توصل للمربع الذهبي ومين الفريق اللي ممكن يحصل على هذه البطوله من خلال طبعا هذه البطوله المهمه بالنسبه لكل العرب من خلال تنظيم قطر لهذه البطوله. كابتن ابو الدهب، هناخد مجموعه مجموعه بأبرز اللاعبين، انت حضرتك اللي هتتكلم وتقول اسمائهم من خلال المجموعات ومين ممكن يوصل من هذه المجموعات. ناخد المجموعه الاولى. انت عندك المجموعه الاولى فاروق، قطر، هولندا، السنغال، الاكوادور. يعني اعتقد ان في لعيبه كتير جدا في المنتخب القطري متجنسين بغض النظر عن منتخب قطر. ما انا بقول لك ابرز اللعيبه اللي هو اكرم عفيف السد القطري ده والمعز علي الدحيل القطري، وعندك يمكن عبد الكريم حسن السد القطري. كدور يعني حسن الهيدوس ده السد القطري. يعني عندك اينر فالنسيا ده بيلعب في فنربخش. فنربخش ده في الاكوادور. طب السنغال يا كابتن برضه عندهم لعيبه كبيره. يا ما انت عندك، لا هو النجم الوحيد اللي انت تتفرج عليه يمكن ساديو ماني. ليه كولوبالي؟ انت عندك كولوبالي تشيلسي وجاي ادوار مندي واحمد بابا ديانج. دول اللعيبه اللي احمد وبابا ديانج دول من اللعيبه. عايز اعرف مين اللي بيختار الاسامي دي يا فاروق؟ يعني بيتسموا هناك كده على فكره السنغال اساميها سهله. يعني طبعا ازاي على فكره فيهم بلد افريقيه ثانيه يعني فيهم. امال لو انت رحت بقى الاسامي صربيا والمنتخبات دي هتعمل طبعا. يعني عندك لعيبه هولندا ممكن فان دايك اللعيب الكبير اللي هو الديفندر او السيرد باك بتاع ليفربول يعني. طيب المجموعه دي قلت لي مين هيطلع اول تاني؟ لا اعتقد ان ممكن هولندا معاها السنغال. معاها السنغال. طيب انا برضو باخد نفس الوضع اللي عملته مع كابتن رضا عشان ايه؟ انتوا هنجتمع مع بعض في كاس العالم ونبتدي نحلل. لا اسئله الكابتن رضا كان خفيف. قول. وانا قلت اسئله. انا قلت سؤال اصلا. هو انا اتكلمت سؤال بقول لك قول لي مين هيطلع اول وتاني؟ ايوه ماشي. طيب المجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه انجلترا وامريكا وايران وويلز. لا اعتقد ان انجلترا في وامريكا ممكن يصعدوا من المجموعه. انجلترا وامريكا. اه طبعا. انا مش هقول لك قول اسامي بالنسبه حتى ده. مش هقول لك منتخب. ليه لما انجلترا هاري كين يعني هاري كين يعني لا دي يعني انجلترا سهله. لكن بص اسامي ايران. اسامي ايران برضه يعني مهدي ايه؟ يعني المجموعه دي اساميها سهله. ده انت لسه بقى. لا ما في علي رضا اهو، احسان حاج صافي. يا سلام على علي رضا. جهنبار. طب ايه اسم جده؟ جهنبخش. لا يا اسم جده علي رضا جهنبخش. فين علي رضا جهنبخش؟ ما هو في بيلعب في فينورد اهو. ده بيلعب في فينورد. طيب شفت يا اسم جده عامل ازاي؟ اقلب على اللي بعده. ما تقول اسم. لا ما في لعيبه ويلز اهو. يعني جاريس بيل يعني لعيب كويس. جاريس بيل بيلعب في لوس انجلوس دلوقتي يا فاروق. بيلعب صح ولا انت ما تعرفش المعلومه دي؟ انت عارف المعلومه دي؟ لا انت عارف المعلومه دي. جاريس بيل بيلعب. طيب المجموعه الثالثه يعني الارجنتين والمكسيك وبولندا والسعوديه. برضو توقع مين يكون يعدي المرحله الاولى؟ نعتقد الارجنتين. وهتبقى في منافسه قويه بين السعوديه وبولندا والمكسيك. مين الثاني منهم؟ يعني ممكن تحصل مفاجاه. يعني نتكلم على السعوديه يمكن عامله ماتشات في الفتره اللي فاتت في وديه قويه وكسبانه على فكره. عارف طبعا نجم بولندا ونجم برشلونه انت عارفه مين؟ ده مين؟ ليفاندوفسكي. لا مش هيعمل حاجه لوحده بس معاه زيلينسكي برضه نجم نابولي. يمكن هو الفتره دي كمان ومالك نجم اليوفي. دول ثلاثه برضه جامدين. لا انت بتتكلم مع لو ثلاثه عندك عيبة. لو عندك صلاح موجود فانت عندك مثلا صلاح وتريزيجيه برضه في عدد معين من اللاعبين ممكن يعمل الفارق. ده عندك تريزيجيه وصلاح ومرموش. ده ما انا بقول لك في لعيبه بتعمل الفارق حتى لو قليلين. ليه ده ما انت عندك في السعوديه سالم الدوسري وفهد المولد وسليمان الفارب لعيبه كويسه ودول ابرز اللعيبه اللي موجودين في المنتخب السعودي. وليه ما تشجعش منتخب عربي ممكن يوصل؟ ممكن تلاقي. انا لسه اسالك هل انت ما انا بقول لك ممكن تحصل مفاجات يا فاروق. عايز تقول اسماء المكسيك؟ لا لا اتكل على الله اللي على ربك. طيب المجموعه الرابعه فرنسا الدنمارك تونس استراليا. شايف برضو مين اللي ممكن يوصل للادوار اللي بعد كده؟ لا ده رقم لا رقم واحد فرنسا والدنمارك. فرنسا فرنسا والدنمارك طبعا. فرنسا والدنمارك تمام. يمكن حتى ابرز لعيبه فرنسا ده كل المنتخب.
يعني بنزيما ومبابي وغرينزمان. انت كده دلوقتي وكومن. في ثلاث منتخبات عربيه انت شايف انها ممكن ما تكملش، تونس، السعوديه، قطر. لا انا قلت لك السعوديه ممكن يحصل مفاجاه. لو مشت يعني ممكن يحصل مفاجاه. انا قلت لك السعوديه ممكن، يعني السعوديه طبعا. لكن اوكي طيب بالنسبه للمنتخب اسبانيا مجموعه الخمسه، اسبانيا، المانيا، اليابان، كوستاريكا، دي مجموعه صعبه جدا. دي المجموعه صعبه لكن المانيا بتأدي بشكل كويس، اسبانيا نفس الطريقه. بص بقى انت لعبت في النمسا وعارف الاسماء الالماني ماشي. لا. بس عايز اقول لك على حاجه بس عشان قبل ما تقول لي الالمان بينطقوا ايه؟ بينطقوا ايه؟ الايه؟ لا ما بقول له ايش ايش ماشي ده في إيش النمسا ده بي... يعني. في النمسا بيقولوا اخ اخ انا يعني عارف. يعني قولها انت بالنمساوي اللي هي يا عم توماس مولر هو بيبدأ مولر طيب وثاني هيلعب اللي هو اللعيب بقى عندي التاني واحد انت ما هو ثاني لا مش موجود انت مش هتقدر عليا طيب. طبعا في نوير في جنابري في رويس في رودريجو طب انت بتخليني انا اقولهم ليه ما تقولهم انت طيب انا بنتكلم يعني نساعد بعض ماشي خلاص طيب اسبانيا والمانيا شايفها من المجموعه لا هم دول ابرز المجموعه الخامسه فرق كوستاريكا بعيد واليابان بعيد خلي بالك انت بتقول توقعات بناء على التاريخ لا طبعا لا خلي بالك بس بناء على التاريخ والاسامي الكبيره والمنتخبات الكبيره لكن انت ممكن يحصل في الامور ان انت يحصل مفاجآت في البطوله زي ما احنا كنا بنتفرج قبل كده يعني. طيب منتخب بلجيكا كرواتيا المغرب كندا دي مجموعه سته برضه توقعها كابتن وهل المغرب ممكن يعني انا اتمنى يعني اتمنى اللي يطلع مع بلجيكا المغرب طبعا يعني ده تمني كرواتيا وكندا يعني كرواتيا لا كرواتيا اكيد يعني عندها لعيبه هايله كرواتيا طبعا عايز تقول اسمها يعني مودريتش كلهم اتش اتش طيب يلا بينا خلينا نروح المجموعه السابعه البرازيل وسويسرا وصربيا والكاميرون لا اعتقد البرازيل وسويسرا البرازيل وسويسرا كاميرون وصربيا بعيده كابتن ايه البرازيل وصربيا قصدي الكاميرون وصربيا بعيد لا طبعا يعني عندك البرازيل قوي يعني ويمكن المرشح الاول للبطوله على فكره مرشح كاس العالم طب المجموعه الثامنه والاخيره البرتغال اوروغواي وكوريا الجنوبيه وغانا يعني اعتقد البرتغال طبعا وكوريا الجنوبيه مش اوروغواي لا كوريا الجنوبيه يمكن هي بتتالق في البطوله في كاس العالم دايما بتعمل